جمهورية الهند أوقفت تصدير الأرز الأبيض الغير بسمتي، انتبهوا الغير بسمتي، يعني نحن عندنا في الخليج اللي نستخدم الآن هذا الأرز أو العيش هو عيش بسمتي، ما عندنا أي مشكلة في موضوع العيش. طيب زين يا بدر، ليش دولة الإمارات أوقفت إعادة تصدير الأرز الأبيض الغير بسمتي؟ لأنه دولة الإمارات عندهم عمالة آسيوية كثيرة فيحتاجوا لهذا الأرز، بالإضافة أنه كثير من الدول الأفريقية القريبة من دولة الإمارات إعادة تصدير مرة ثانية يصير من الإمارات الأرز الأبيض الغير بسمتي، لذلك أصدرت هذا القرار عدم أو إيقاف تصدير الأرز الأبيض الغير بسمتي. بس نحن عندنا في الخليج الأمور طيبة، العيش اللي نستخدمه بسمتي وموجود ومتوفر بشكل كبير، يعني ما في داعي تخزن. الله يحفظكم يا رب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.